رسالتي لكل مناصري الفريق الوطني، عندما أقول كل مناصرين يعني أزيد من 30 مليون مغربي، وأنتم أيضا عليكم علينا أن نخلق جوا حول هذا الفريق. نعم يمكن أن تنتقدوا، ولكن علينا خلق جو من الثقة والتصميم والعزيمة. هذا أقول بصراحة، أنا فخور بسلوكيات وتصرفات هذا الفريق. لا ينبغي أن نبقى في هذا أو ذاك، لا، من لا يريد أن يأتي نشكره، ولكن لدينا مواطن قوة لنجتاز هذه المرحلة التاريخية. ينبغي للفريق المغربي أن يتأهل كأس الوطن، ونحن في حاجة إلى معارضة الجميع. لماذا اخترنا الدار البيضاء؟ منذ سنوات خلت أنا كنت مع، لعبت أو عشت لحظات خاصة عندما أسمع ذلك الضغط، ذلك التأثير الذي يكون للجمهور على الخصم. هذا أمر جيد، وعندما يكون الفريق جاهزا هذا أمر جيد، وأنتم وسائل الإعلام عليكم تخلق هذا الجو. إذا ما شخص ليس هناك فنحن يمكن نستغني عنه، نحن أقوياء، علينا نخلق هذا الجو الإيجابي على جميع المستويات. الرئيس قال لي بأن الحكومة سوف يتحدث هذا صاحب الجلالة مطلع على ذلك. إذن هذا أمر في منتهى الأهمية. كرة القدم ليس فقط اليوم رياضة، بل أكثر من الرياضة. عندما يكون لدينا فريق المغربي يتأهل إلى كأس العالم، هذا أمر استثنائي، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضا على مستوى صورة المغرب. ترون ماذا يحدث بجانبنا.